ورجعنا لكم تاني في اليوم اللي كله إيجابية، ومعانا ميتا كوتش ريهام بيومي. أهلا بيكي، واستشاري تجسيد الأنوثة. طيب خلينا كده ندخل في الموضوع على طول علشان الوقت. إمتى الواحد يعرف إن هو في علاقة صحية؟ لا، الكلام في علاقة صحية بياخد وقت كتير جدا، بس أنا خليني عشان الوقت زي ما قلتي ألخص حاجة. أنا بالنسبة لي أو من وجهة نظري إنه العلاقة الصحية بتبان قوي وقت الخلاف او الاختلاف. يعني لو هتكلم في ناتشيل هقول انه لو اختلفنا في وقت في علاقه صحيه، الاختلاف ده بيخلينا نكبر وبيوطد العلاقه اكتر. خليني اقول لك مثلا انه زي ايه، زي انه ما بقاش بعمل بوينتنج فينجر للشخص انه داليا عملت لي كذا، داليا وحشه. لا، انا عارفه انه داليا عملت موقف معين، الموقف ده ضايقني في شيء معين، ولكن معزه داليا عندي موجوده، حبي لداليا موجود، علاقتنا هتطلع اقوى. العلاقه الصحيه تبقى زي التانجو دانس. انا دايما اقول التانجو بيرقصوا اتنين، صح كده؟ فانا ببقى عارف امتى انا اخد خطوه ورا، امتى حد ياخد خطوه قدام، اسيب لشريكي سبيس. فالعلاقه الصحيه هي اتنين بيشتغلوا مع بعض على العلاقه، مش انه انا بصلح اللي قدامي مع نفسي في دماغي، لان هو ده تلات ارباع الوقت بتلاقيه بيحصل. انا بحط نفسي في موقف انه اللي قدامي فيه كذا غلط، فانا هصلحه وبوينتنج فينجرز كده، وانا ده جوه دماغي، انا شغال جوه دماغي مع نفسي. فطبعا العلاقه الصحيه ما بتبقاش كده خالص. العلاقه الصحيه بيبقى فيها احترام، احترام لوجهة نظر الآخر، احترام لنفسي، احترام لعلاقتنا احنا الاتنين مع بعض، سواء احنا موجودين مع بعض فيس تو فيس او مش موجودين مع بعض. العلاقة الصحية فيها حرية، العلاقة الصحية فيها حرية، وحتى لو أنا متجوز يعني المساحة من الحرية إني أعبر عن رأيي، إني يبقى عندي حاجة اسمها مي تايم، وقت خاص بيا، وحاجة اسمها وي سبيس اللي هو إحنا الاتنين مع بعض، دي مساحتنا، وبخرج من بنتقل ما بين الوي والمي أو الإحنا مع بعض وأنا لوحدي. دي حاجة صحية جدا، وبتزود الطاقة والباشن في العلاقة. يعني خليني أخد من كلام حضرتك، يعني معنى كده إن علشان عشان اكون في علاقه صحيه لازم يكون في احترام متبادل، لازم تكون في لغه تفاهم ما بيني وما بين الطرف الاخر. دفرتلي. طيب لو حد في العلاقه ما بيحسش بالكلام ده، تنصحين ان هو يعمل ايه؟ حد في علاقه ما بيحسش بالكلام ده، بس حابه قبل ما اقول لك يعمل ايه اقول نقطه اخيره، انه احساس الامان ده من اهم حاجه في العلاقه الصحيه، السيفتي. ان انا وده رد على اللي حضرتك بتقوليه، ان يبقى عندي الامان انه في اي وقت اعمل اوبن كوميونيكيشن او اتواصل بصوره منفتحه مع شريك حياتي. طبعا. وده يجيبنا لسؤال حضرتك، انه اول حاجه بعملها اني بتواصل، بتكلم باسلوب في انفتاح مع شريك حياتي باسلوب لائق. فانا بتكلم معاه ما بوجهلوش اللوم عتاب، لانه اول حاجه لو عملت لك كده هتعملي ايه؟ هترجعي لورا. اوكي، فهتاخدي ديفنس. فاول حاجه بعملها اني بتواصل مع شريك حياتي باسلوب يخليه يسمعني، فبعبر له انه انا اتضايقت من الموقف، مش منك، من الموقف الفلاني ده خلاني احس. فانا بتكلم عن نفسي، احس بكذا كذا كذا. ومش بس كده، انا بقول له طيب اقدر اعمل ايه او اساعدك ازاي ان احنا الاثنين ما نوصلش ان انا احس بالاحساس ده تاني، او الموقف ده يتكرر تاني. انا بشوف انه لو اتعاملت معايا بالطريقه الفلانيه ده هيبقى احسن بالنسبه لي، او هيبقى احسن لنا احنا الاثنين. فانا كمان بديله يعني ريكومنديشن ازاي اتعامل معايا. ده حاجه. الحاجه الثانيه، طب لو الموضوع اكبر من كده ممكن اروح لاستشاري علاقات، او اروح لكوتش، او اروح لحد يقدر ان هو متخصص بيساعدنا احنا الاثنين. لانه ساعات على فكره الموضوع بيبقى بسيط جدا بالظبط، بس محتاج اللينك. ايوه، مش عارفين نعبر، مش عارفين فين المشكله، وبيجي لك اثنين بيحبوا بعض جدا وعايزين يشتغلوا، بس مش عارفين يبتدوا منين. صح. فتاني طيب حاجه، خليني كده اسالك حاجه. لما قلت ان حضرتك جايه معايا النهارده او جايه معانا النهارده انا وايه، كان في سؤال كتير جدا سالوه. طيب احنا لما نبقى في علاقه ولا قدر الله ننفصل، اول سؤال ازاي انتقم منه؟ ازاي احسسه بالندم؟ ازاي اخليه يندم ان هو سابني؟ فالسؤال ده اتكرر كتير جدا. اوكي، انا هديكي الوصفه. بصي، انا ما بحبش كلمه انتقم منه، اوكي، بس انا همشي على السؤال ده. اكبر واحسن انتقام على اللي انتوا بتقولوه، لو بدي نصيحة، هو ان انت ما تعمليش اي حاجة
معاه او فيه او ما تبصيلوش. الانتقام الوحيد انه اقوم نفسي، صح، اقوم نفسي واجو ثرو او اتعدى بمراحل الهيلينج او الاستشفاء والتعافي الخاص بيا، وممكن اديكي فيري ناتشال ازاي ده يحصل، وابقى احسن صوره من نفسي شكلا وموضوعا علاقتي مع نفسي وعلاقتي مع الاخرين، واطور من نفسي وامشي قدامي وما بصش ورايا، عشان لما يبص، يعني انا بحب اقولها كده، يعني حتى هقولها لك بالانجلش، show him what he lost، وريله هو خسر ايه بالظبط. ده اكبر انتقام. وانا ما بحبش كلمه انتقام، لانه اصلا عشان امشي في حياتي انا محتاجه اسامح، والتسامح مش معناه انه انا انسى هو عمل فيها ايه وارجع له. التسامح ما انا بتسامح عشان نفسي، عشان ما افضلش شايل على ظهري حمل مش بتاعي، صح، عشان ما افضلش حاسس باحاسيس مش كويسه، صح. فانا محتاج ارمي الشنطه دي، يعني بالظبط زي ما يكون ايه، في حد باراشوت نزل من الطياره والباراشوت موجود عمال يجري لقدام، فالباراشوت بيتملي هوا ويرجعه لورا، مع انه بمنتهى البساطه لو فك كده ورماه هيتحرر بس. طيب خليني اقول لحضرتك ان معنى كده ان كتير قوي من البنات بنسمعهم او السيدات اول ما بتنفصل، انا خلاص الدنيا وحشه، انا مش واثقه في نفسي، انا وحشه، هو ممكن حد يبص لي هو. فمعنى كده ان في خطوات طبعًا، او في سكيلز او في حاجات لازم تشتغل عليها طبعًا، او يشتغل عليها هو سواء هو او هي ان هم يبداوا. مش احنا ثلاث ستات بقى يزعلوا من لا لا خالص، هم احنا حياديين. على فكره الرجاله بتتالم في البريك اب اكتر من الستات، ده حقيقي، وبياخدوا وقت عشان يتعافوا اطول من الستات، ولكن بطبيعه البرمجه بتاعتنا كمجتمع الراجل ما ينفعش، يعني مثلا احنا دلوقتي لو حد بعد شهر يعني حصل بريك اب هتعملي ايه؟ هتكلمي، هتعيطي، تقولي كذا، هتقول لك معلش يا حبيبتي بتاع ده سيد سي، صح كده؟ ايوه. هتنزلي تعملي شوبينج. طبعا لو راجل حصل بريك اب وكلم اصحابه قعد يعيط لهم يقولوا ايه ما تسترجل يا ابني، أيوة. في ايه؟ ايه يعني واحده راحت، صح كده؟ صح. البرمجه المجتمعيه. تاني حاجه انه الرجاله برمجوا انه ما بيعرفوش يتواصلوا، كتير قوي منهم ما بيعرفوش يتواصلوا مع مشاعرهم اصلا، ما بقاش عارف هو ايه، وغالبيه الرجاله بتعبر في معظم الاحيان بالغضب. يعني هو جعان هيبقى غضبان، غيران هيبقى غضبان، أيوة. كده هيبقى غضبان، فالغضب الغضب هو المسيطر، فبقاش فاهم هو بيمر بايه. تالت حاجه انه بيبقى عنده حته الايجو اكتر من الست شويه، فحاسس ان هو خد صفعه فعايز يقوم بقى ويوري الناس ان هو انا مرغوب فيا، ما حصلش فيا حاجه وهروح اشوف حد احسن زي سميره سعيد كده. طيب الست تعمل ايه ردا على سؤالك؟ طبعا في مراحل التعافي. مراحل التعافي دي اول حاجه ان انا اكسبت الموضوع انتهى، تمام، يعني اتقبل الموضوع انتهى، واتقبل يعني ما ابصش تاني ورا، كاتت. yes. وجع ساعه ولا نص ساعه، صح. اوكي، وجع ساعه ولا العمر كله يعني. فاتقبل الموضوع انتهى، ما اقعدش بقى ابص هو هيكلمني تاني امتى وعمل ايه وبيعمل ايه والانستجرام فيه ايه ويمكن يرجع لي واسال على اخباره. الراجل مراقب بالظبط. تاني حاجه اعملها اني اسمح لنفسي ان انا امر بالمشاعر بتاعه الانفصال، بالزبط. من حزن، من غضب، من الم، من كل حاجه، في layers of مشاعر. طب. يعني مش عشان الوقت طبعا مش عارفه اخد فيها، انا يعني هعتذر لك، ولكن نظرا للوقت احنا عايزين نختم معاكي بروشته بسيطه لاي حد بيتفرج علينا هو حاليا في مشاكل، نقول له كلمه، ولو حد هو خلاص فعلا انتهى من تجربه نقول له على خطوه فعلا يعملها. فلو حد دلوقتي في مشاكل تنصحيه بايه؟ ياخد قرار تغيير. قرار تغيير، يعني كل يوم حياتك مهما كان فيها مشاكل انت في ايدك ان انت تاخد قرار تغيير حياتك، مسؤوليتك وكواليتي بتاعت حياتك مسؤوليتك، فقرار التغيير ده بيجي منك، وخدت قرار تغيير الدنيا هتمشي بعد كده. ده لو عنده مشاكل، فقرار التغيير بيجي ان انا عايز اغير علاقتي، عايز اغير حياتي، هتعلم، هشتغل على نفسي، هروح لكوتش، وات ايفر اللي هعمله، هتكلم مع شريك حياتي، بس اخد قرار تغيير. هتكلم مع شريك حياتي، دي اهم حاجه التواصل. طيب لو حد هو خلاص تم الانفصال تماما، ولكن الدنيا مغلقة سواء هي أو هو، وحاسس إن هو في دايرة ما بيخرجش منها، إيه أول خطوة يقدر يعملها علشان يتحرك؟ يكسر الدايرة. يكسر الدايرة. يكسر الدايرة بإيه؟ بإن هو خد قرار تغيير، يبتدي يعمل أكشن بلان. يعني خلاص يبقى معروف إن أنا بمر في حياتي بتجارب عشان تقويني، مش نهاية الدنيا. مش دايما لما بنحب حد أو بنرتبط بيه بنفضل حاطينه فوق على المسرح ونبص فوق، لا، اطلع على المسرح وخليك أنت كمان موجود، أو نزله جنبك ويبقى في نفس المستوى، في نفس الليفل، واشتغل على نفسك بحيث إنه اتعلمت من الخطوة دي إزاي أحسن بعد كده وأتلافى وأجتذب علاقات أحسن وأصح وتخليني سعيد.
كنت طيب. شريهام انا بعتذر ولكن احنا وصلنا كان الوقت يبقى اطول من كده فعلا بس بشكرك جدا وان شاء الله نلتقي بيك في حلقه ثانيه. شرفتي بينا ويومكم سعيد. احنا مشاهدينا الاعزاء كنا معاكم النهارده في حلقتنا، بشكر ضيوفي الكرام كوتش لبنى منتصر، كوتش ريهام بيومي، بشكر زميلتي المتميزه المتالقه داليا، بشكر فريق الاعداد، بشكركم مشاهدينا، انتظرونا في الحلقه الجايه ونشوفكم على خير ان شاء الله. دمتم بخير ان شاء الله.